تخفيض أو إطفاء الأصول غير الملموسة، وهو ما يقابل مصطلح الاستهلاك بالنسبة للأصول المادية الملموسة. يتم تخفيض أو إهلاك الأصول غير الملموسة خلال العمر الإنتاجي المقدر أو فترة 40 سنة أيهما أقل طبقا لرأي مجلس مبادئ المحاسبة. والطريقة الأكثر شيوعا في الاستخدام في استنفاد أو إطفاء الأصول غير الملموسة هي طريقة القسط الثابت، ويكون قيد إثبات الإهلاك على النحو التالي: حساب مصروف تخفيض براءة الاختراع مثلا مدين، وحساب براءة الاختراع دائن، حيث يجعل الأصل غير الملموس هنا دائنا لتخفيضه بمصروف الإهلاك أو مصروف الإطفاء. والمثال التالي يوضح كيفية حساب الإطفاء أو الإهلاك بالنسبة للأصول غير الملموسة. في 1/1/25 قامت إحدى الشركات بشراء براءة اختراع منتج معين بمبلغ 850 ألف ريال، كما بلغت رسوم تسجيل ملكية براءة الاختراع 30 ألف ريال، ويقدر العمر الإنتاجي بمدة 10 سنوات، علما بأنه لا توجد أي قيمة مقدرة من بيع براءة الاختراع في نهاية العمر المقدر. والمطلوب إثبات حيازة براءة الاختراع وقيد التخفيض السنوي. الإجابة: إثبات حيازة الأصل غير الملموس. ذكرنا أنه يتم حساب تكلفة الأصل غير الملموس بثمن الشراء زائد جميع النفقات أو التكاليف التي تم إنفاقها على الأصل حتى تم تهيئته للحصول على الغرض الذي من أجله تم الحصول عليه، على النحو التالي: تكلفة الأصل تساوي تكلفة الشراء 850 ألف ريال زائد رسوم التسجيل 30 ألف، إذن تكلفة الأصل 880 ألف ريال. ويجرى إثبات الحيازة بالقيد الآتي: يجعل حساب الأصل مدينا بالتكلفة 880 ألف ريال، وحساب النقدية دائنا بنفس المبلغ. فيما يتعلق بإثبات تخفيض الأصل غير الملموس، تستخدم كما ذكرنا طريقة القسط الثابت، حيث توزع التكلفة على العمر الإنتاجي على النحو التالي: قيمة الاستهلاك تساوي 880 ألف ريال تكلفة على العمر الإنتاجي المقدر 10 سنوات، إذن قيمة الاستهلاك السنوي أو قيمة التخفيض السنوي 88 ألف ريال، ويثبت بالقيد الآتي: حساب مصروفات تخفيض براءة الاختراع مدين ب 88 ألف، وحساب براءة الاختراع دائم ب 88 ألف ريال.